نفس سنة 1245 غزو العريعر نجد على وقت الإمام ترك بن عبد الله بن سعود، فذبح ماجد بن عريع وهج أخوه محمد بن عريع وزبن قصر الكوت بالحسن، وبعدها أعلن استسلامه للإمام ترك بن عبد الله، وبذلك انتهى حكم العريعر نهائيا. والعريعر هم شيوخ بني خالد، هل النقرة اللي يقولون له نقرة بني خالد شمال شرق الحسن، وديرتهم عريعر شمال مفرق الحسن على خط الرياض الدمام، واللي يتبعون بني خالد المرة وبني هاجر. وناخذ نبذة تاريخية مختصرة عن العريعر. أول حكم للعريعر سنة 1075، وكان شيخهم براك بن غرير الحميد الخالدي، وأول من هاجم الدرعية سعدون بن محمد بن غرير سنة 1133، وكان النزاع مستمر بين السعود والعريعر. بسنة 1167 صار عرعر بن قيل ابن سعدون الغرير شيخ البني خالد، اللي يقولون له عريعر، اللي سمي باسمه شيوخ بني خالد العريعر. بسنة 1172 غزا عرعر بن قيل غزا الدرعية وعجز عنه، وقبله البريدة ويعجز عنه ورجع خايب، وكانت بريدة ناصر السعود وتأيد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بسنة 1188 غزا عريعر بن قيل غزا بريدة مرة ثانية، واستولى عليا عنوة أو ما أدري خدعي، وحط عبد الله الرشيد يمير عليا، ورجع يا عريعر بن قيل يا بي الحسن، ويموت بالخابية، ويصير عقبه ولده بطيب شيخ البني خالد، لكنه حسب ما اكتب عنه كان سيء السيرة وفاسد التدبير وتمادى بجهله وطغيانه. فقام واخوته دقين وسعدون ودخلوا عليه وخنقوه يما مات، وتولى الشيخ يعقبه اخوه دقين، لكنه خذ له وقت قصير ومات. وناس يقولون ان اخوه سعدون اسقاه سم ومات. بسنة 1189 تولى سعدون بن عريعر ملك الحسن وشيخة بني خالد. بسنة 1190 وقول آخر سنة 1196 غزا سعدون بن عريعر غزا بريدة وحاصره وفشل بالاستيلاء عليا، فرجع للحسن. بهالفترة صارت قصة ماجد الحثربي مع سعدون بن عريعر، يوم يقول الحثربي ما همني راس بهزوم طايل أكو سعدون فانا مزني له، يعني سعدون ابن عريعر محير بيض النعام. بسنة 1200 انقسموا العريعر على انفسهم، ثار دويحس بن عريعر على اخوه سعدون، وانضم له عبد المحسن بن سرداح الغرير، وحصلت بينهم وقعة جضعة، انهزم به سعدون العريعر وربعه، فهرب وزبل للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود بالدرعية وزبنه إبراي من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبذلك انتهى حكم سعدون بن عريعر. هل ذكره إلى الآن عند الشيبان؟ الله يطول أعمارهم ويوفقهم العمل الصالح، آمين إن شاء الله.